اسمي نورة محمود وعندي 15 سنه. كنت في الاول في كورس اللي هو شباب، وبعديها بقيت في كورس بورتريه. يعني كنت في الاول اللي هو شباب اللي هو بتاع ده، بعد كده بقيت في كورس بورتريه. في كورس الشباب في الاول يوم بيبداوا يعلمونا ازاي نمسك القلم وازاي نمسك السكتش صح وازاي نظلل صح، و بدأ بقى يعلمونا بنجيب زي قلل وتفاحه والحاجات دي، ويبداوا يعلمونا ازاي نظلل، والنور يعني لما بيجي من هنا الظل بيبقى لامي فين والحاجات دي. وبعديها بعد كورس شباب رحت كورس بورتريه، وبقى بيعلمونا ازاي النسب والعين والتظليل العين والبق والمناخير وكل الحاجات دي، والشعر ونسب الراجل ونسب البنت والحاجات دي. انا في الاول لما بدات يعني كنت برسم، كنت يعني شويه كنت بدات لما برسم بورتريه، وكنت بظلل وحش قوي يعني كانت التونات عندي فاصله. بعديها لما بدات في كورس الشباب كانت عندي بدات التونات تتحسن، وبدات اظلل كويس وعرفت ازاي لما النور بيجي من هنا بحط فين الدل كده. بعديها لما دخلت كورس البورتريه ظبطت بقى الدنيا وعرفت ازاي. وكل بقى يعني الناس اللي عندهم موهبه بييجوا هنا ينموها، هو حلو قوي وكده. وحتى في ناس يعني انا اعرف ناس انا اصلا ما كانش عندها موهبه من صحابي وكده، وجم هنا وتعلموا الرسم. انا اصلا عارفه السنتر ده من صحابي، يعني كان معظم صحابي كانوا بيدخلوه كده.